هيونداي سنتا فيه 2024 الشكل الجديد تغير جذري على مستوى التصميم الداخلي والخارجي. نتكلم بالتحديد عن فيث السمارت بشكل سريع. نبدأ تقييم السيارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا اليوم نتكلم فيها عن سيارة SUV متعدد استخدامات من الإعلام أو الصانع الكوري هيونداي. طبعا حصلت على تغييرات جذرية على مستوى التصميم الداخلي والخارجي، مثل ما نلاحظ حتى التصميم بالكامل متغير. ما شفنا في أي سيارة من سيارات هيونداي نفس التصميم هذا، صارت السيارة بتصميم فريد من نوعه أكيد. مثل ما نلاحظ تصميم كذا مربع بالجزء الأمامي والخلفي. بفئة السمارت، طبعا تعتبر فئة السمارت هي أول الفئات، بعض التجهيزات البسيطة اللي عليها راح نعرف بهذه التغطية أسعارها وتفاصيلها بالكامل. بالسابق صورنا كل الفئات سواء النصف أو الفل كامل، فاليوم حبينا نصور لكم هذه الفئة ونشوف مع بعض مواصفاتها وتفاصيلها بالكامل. أول حاجة نجي للواجهة الأمامية، مثل ما نلاحظ عندنا حساسات أمامية، إضاءات فل LED بالنسبة للواجهة الأمامية، عندنا إضاءات كلها LED بإذن الله راح نشغلها لكم بعد شوي. هذه الحساسات عدد 4 حساسات أمامية، مثل ما نشوف جنوط كروم. الجنط جاي مقاسه كم بالتحديد؟ 18 إنش على 60 على 235. راح نشوف الحين تصميم الجنط. مثل ما نشوف طبعا هذا هو تصميم الجنط بالكامل. هنا بصمة السنتفيه، عندنا المرايات مدمجة بالأبواب بالجزء السفلي باللون الأسود، إشارات بالمرايات، الدخول الذكي والمتعرف عليه بالبصمة على الأبواب الأمامية، وعندنا عوارض بالسقف باللون الأسود. مثل ما نلاحظ الأبواب الخلفية ما عليها خاصية الدخول الذكي، عندنا جناح خلفي مع كاميرا خلفية مثل ما نشوف، وحساسات خلفية مثل ما نلاحظ إضاءات خلفية LED. وهذه السيارة بالخلف بالكامل. بدنا نلاحظ بطاقة المواصفات وبطاقة السعر وكل هذه الأمور على بطاقة السعر الحين. مثل ما نلاحظ الكليبرات طبعا ما شاء الله جاية بحجم ممتاز، وهذه الواجهة الأمامية. نلاحظ بطاقة المواصفات والسعر، قيمتها 132,000 ريال، وهذه تفاصيله، محرك 2.5 هو 2500 cc، وهذه باقي مواصفاته. خلونا نتكلم عن محرك السيارة أو القلب النابض بهيونداي أزيرا 2024. إذا جينا لمحرك السيارة، محرك هيونداي سنتا فيه 2024، نتكلم بالتحديد عن محرك 4 أسطوانات سعة 2500 cc أو 2.5 لتر GTI حقا مباشر. نأخذ من هذه الإمكانيات أو الأحصنة 194 حصان. مثل ما نلاحظ هذا هو المحرك GTI، بصمة GTI بالخط العريض. استهلاك البنزين، كلية البنزين تمشينا بالسيارة كم؟ 13.6 كيلو، تقييم ممتاز. بنزين 91، دفع أمامي 2024 2500 cc، سعة خزان وقود نتكلم بتقريبا حوالي 60 لتر. وهذه إمكانيات هيونداي سنتا فيه أو القلب النابض بهيونداي سنتا فيه الشكل الجديد 2024. خلونا الحين نتكلم عن مواصفاتها وتجهيزاتها الداخلية بشكل سريع. وكالعادة يا سادة نبدأ بالمقصورة الخلفية. مثل ما نشوف هذه المقصورة الداخلية حاملة أكواب. عندنا هنا بالخلف مثل ما نشوف مسند خلفي، عندنا نوافذ كلها كهربائية، مقابة داخلية كروم. هنا مثل ما نشوف اللي هو حاملة أكواب، المقبض الداخلي، عندنا ستار خلفية. مساحتها طبعا تعتبر ممتازة كسيارة SUV عائلية. بنفس الوقت عندنا منفذ تايب سي، أجلش هذه ما شاء الله بإمكانك تفتحها من الخلف ومن الأمام، حاجة حلوة. هنا مساحة تخزين مثل ما نشوف، السيارة رهيبة. طبعا تصميم الإضاءة الخارجية نلاحظ مرسوم على المقاعد الداخلية. هذه السيارة من الخلف، طبعا قاعد ندور اليوم في
فتحت التكييف، فتحت التكييف بهذا الجزء نفس التصميم الإضاءة، نلاحظ حتى بالجزء الخلفي. طبعا بإمكانك إذا ودك إنك تنزل المقعدة بكل بساطة، تضغط هذه وتنزل معك المقعدة أو المسند الرأسي بهذه الطريقة كذا، ننزل مسند الرأس، حتى المسند الخلفي متحرك بهذه الطريقة. عندنا مثبت لمرتبط الأطفال أو الإيزوفيكس، 5 أحزمة أمان، كل هذه أكيد موجود عليها. طبعا فرق كبير بالمواصفات وكل شيء ما بين الفول كامل وهذه الفئة، فرق بجميع المقاييس. عندنا هذه الداخلية، مقابض الداخلية مثل ما ذكرنا، بإمكانك تطوي المرتبة بكل بساطة بهذه الطريقة. ونلاحظ طبعا حتى بالخلف مثبت لمرتبط الأطفال، وهنا فتحة التكييف والتحكم بالتكييف بالخلف مع منفذ USB أو Type C بالخلف بالكامل مع أحزمة أمان. ما شاء الله سيارة حتى لو إنها فئة ستاندر لكن فيها مواصفات وميزات مقبولة نوعا ما. حتى هنا نلاحظ تصميم الإضاءة الخارجي بكل أجزاء السيارة الداخلية. هذه المقاعد، مقاعد مخمل، تحكم فيه يدوي. هنا النوافذ كلها كهربائية، القفلة المركزي هنا، وهذه الداخلية بالكامل. والحين من ناحية السائق، ما شاء الله، ونلاحظ هذه الداخلية مرتبة السائق طبعا بحركة كهربائية. عندنا هنا النوافذ كلها كهربائية، المرايات الجانبية، عندنا هنا بريك إلكتروني، التراكشن بالإضافة للشنطة الخلفية، فتح الشنطة الخلفية. عندنا هنا الجير، هنا عندنا الرد على المكالمات، أوامر صوتية، مثبت السرعة، تحكم بعدد الرحلات، جير وفون خلف الدركسون. وعندنا هنا شاحن لاسلكي مثل ما نشوف، الشاحن اللاسلكي بهذا الجزء. وهنا إيش عندنا هنا؟ تحكم بالتكييف، مناخ موحد داخل السيارة، وضعية القيادة أوتو هولد، هنا كاميرا والحساسات، نزول المنحدرات، حملة أكواب، طفاية مثل ما نشوف. وهنا الدرج، تشغيل السيارة بالبصمة. هنا الجير مثل ما قلنا 8 سرعات. عندنا الشماسات، فيها مرايات وفيها إنارة. عندنا هنا مثل ما نشوف الدرج، مساحة تخزين ممتازة غير الدرج اللي هو موجود بالجزء العلوي، فموجود بالجزء السفلي. وهذه السيارة بالكامل. وبكذا أتممنا هذه التغطية عن هينداي سانتا في هالشكل الجديد 2024. أتمنى التغطية نالت إعجابكم. مثل ما ذكرنا في البداية راح نقوله في النهاية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا، تويتر وإنستغرام والفيسبوك، الروابط كلها بخانة الوصف وفي أول رابط تلقون تفاصيل السيارة بالكامل. طبعا التغطية كانت من صالة الناغي، وكيل هنداي بالمملكة بالتحديد. بإذن الله التغطيات الجاية بتكون على الكونة، وعندنا كمان هينداي جراند سنتيفي أو المعذرة، عندنا جراند كريتا. غطينا لكم قبل كده الأيونيك 5 و 6، وغطينا لكم السونات الهايبريد والبنزين، وغطينا التوسان 2024 السمارت. كل هذه السيارات غطيناها لكم، وكان حضورنا أساسا لصالة الناغي لتغطية جراند أو ستار جايزر 2025 الميني فان الجديدة. بإذن الله راح نخليها لكم بخانة الوصف في أمان الله.